اليوم جاني حفيدي فهد. فهد تعرفون عاقل وطيب وما يزعل أحد. رجع بدري من الدوام حقه من الكافيه، فقلت له وش اللي جابك بدري؟ قال لي أبدا ما في سبب، بس أنا أدري وش السبب. هو بعد ما كان صاحب كافيه، كان هو الآمر الناهي في الكافيه، هالحين اضطرته الظروف انه يبيع الكافيه حقه ويشتغل تحت رئاسة واحدة ثانية. فتدرون لما واحد يتعود انه يكون مدير نفسه وهو اللي يدير كل المنشأة هذه، وفجأة يصير موظف يطيع الأوامر، يسوي المطلوب منه، ولا يقدر يحرك كرسي إلا بإذن. وبصراحة يعني موقف كثير كثير ألمني، بالإضافة إلى ألمه طبعا عشان بنت البهيتاني. فحسيته مرة مقهور، مرة كسر خاطري والله. يعني بس أنا كنت يعني طبعا أقوى عليه وأقول له، بس من جد شيء يحزن.